الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه. السلام عليكم ورحمه الله. نستهلوا اخبار اليوم من منبر راديو سبور ماروك، وخبر بعنوان انتقال حدراف لدامك. وجاء في الموضوع انه رسميا تم توقيع اللاعب زكريا حدراف في صفوف فريق دامك السعودي الصاعد حديثا للدرجه الاولى لدوري الاتصالات السعوديه، حيث تم الاعلان على خبر التوقيع رسميا في الصفحه الرسميه على الفيسبوك وكذلك في الموقع الرسمي للفريق السعودي. وجاء هذا الخبر صادم لاداره فريق الرجاء الرياضي، بحيث كانت كتنتظر اللاعب زكريا حدراف يجدد النسور بعد ما اتفقوا على جميع التفاصيل المتعلقه بالتجديد، لكن كل مره كان حدراف كيأجل التوقيع في حين تبين في الاخير انه كان كيفاوض في نفس الوقت الفريق السعودي. حدراف ما وقفش هنا، بل زاد كذب الخبر للصحفيين ومسؤولين الرجاويين وقال لهم بالحرف ان الخبر مجرد اشاعه قبل ما يتاكد الخبر رسميا من طرف الصحافه السعوديه وكذلك نادي دامك، وطفى اللاعب التليفون وما بقاش كيرد على المكالمات الوارده. هذه ماشي اول مناوره لحدراف، بل سبق ليه مؤخرا جالس رئيس شباب المحمديه ايتمنى، لكن المفاوضات ما كملاتش وجاء هذا الخبر على لسان الرئيس ايتمنى اللي اكد مجالسته لحدراف في حوار المنبر اعلامي. بالرحيل ديال زكريا حدراف كيولي فريق الرجاء الرياضي ملزم بالتعاقد مع جناح هجومي باش يعوض الرحيل ديالو ويزيد يقوي الجبهه الهجوميه. خبر اخر بعنوان جماهير الرجاء غاضبه من رونالد. وجاء في محتوى الموضوع ان جماهير فريق الرجاء الرياضي عبرت على الغضب ديالها من مدرب المنتخب الوطني الفرنسي هيرفي رونالد بعد الاعلان على اللائحه الاوليه للاسود اللي غتدخل معسكر اعدادي استعدادا لنهائيات كاس افريقيا 2019 اللي غتقام في مصر. وعرفت اللائحه غياب كل اللاعبين الرجاء، وعبر جمهور الرجاء الرياضي على استياء كبير من عدم المناداه على بدر بانون ومحسن ياجور، خصوصا ان هاد اللاعبين بينوا على مردود واداء راقي مع الرجاء هذا الموسم. بانون اللي كان صمم امان دفاع الرجاء وكان كيخرج جميع اللقاءات باداء اقل ما يقال عنه انه رائع، ومحسن ياجور بسجلوا الاهداف عديده ساهمت في حصد فريق الرجاء الرياضي لعده نقاط خلات الفريق يرجع من بعيد وينافس على البطوله. محسن اللي هو هداف البطوله حاليا وكيشوفوا جمهور الرجاء احسن بكثير من بوطيب اللي غاب على التنافسيه وكيلعب ديما احتياطي مع فريق الزمالك المصري. خبر اخر بعنوان مستقبل غامض لسند ورفلي. وجاء في الموضوع ان فريق الرجاء الرياضي مازال في مفاوضات مع فريق الاهلي الليبي ووكيل الاعمال ديال سند، والاخبار اللي كتقول انه جدد لسنه او سنتين هي اخبار عاريه من الصحه، بحيث مازال ما كاين حتى اتفاق بين الاطراف الثلاثه والوضعيه ديالو مازال غامضه، خصوصا انه مازال ليه جوج لقاءات مع الرجاء وينتهي ليه عقد الاعاره. وفي حاله ما توصلوش الاتفاق من هنا لنهايه شهر يونيو غالبا سند ورفلي غيكون خارج القلعه الخضراء. خبر اخر بعنوان جبرون مرشح لمغادره الرجاء بنظام الاعاره. وجاء في الموضوع ان فرق مولوديه وجده اولمبيك اسفي واولمبيك خريبكه كتسعى لجلب اللاعب انس جبرون بنظام الاعاره من فريق الرجاء الرياضي، وكيبقى فريق اولمبيك اسفي الاقرب لهذا اللاعب بحكم ان الفريق المسفيوي مقبل على المشاركه في كاس الاتحاد الافريقي واللي غيخلي جبرون يكسب تجربه وخبره جديده على عده وجهات مع الفريق المسفيوي، البطوله الوطنيه كاس العرش وكاس الاتحاد الافريقي في حاله المحافظه على المركز الثالث على بعد جوج دورات من نهايه البطوله الوطنيه. خبر جديد بعنوان الرجاء يفاوض فوزير والبركاوي. وجاء في محتوى الموضوع ان فريق الرجاء الرياضي كيفاضل بين جوج اجنحه هجوميه لتعويض رحيل اللاعب زكريا حدراف. قال الصحفي مصطفى الحسناوي ان فريق الرجاء الرياضي داخل في مفاوضات مع محمد فوزير وكريم البركاوي باش يوقع لواحد فيهم ويعزز هجوم الرجاء، خصوصا ان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بلغ اداره الرجاء انه محتاج اللاعبين في الهجوم باش يقدر ينافس على الواجهات المطروحه الموسم المقبل، ومن المرتقب ان اداره الرجاء توقع لاحد اللاعبين في الايام المقبله باش تسد الخصص في الجهه الهجوميه وتستجيب لطلب كارتيرون اللي كان وضع تعزيز التركيبه البشريه بانتدابات وزينه من بين الشروط اللي فرض على اداره الرجاء باش يجدد العقد مع الفريق بعد ما كان غينتهي بنهايه هذا الموسم. اخر خبر بعنوان الرجاء يوقف المفاوضات مع سالتو. وجاء في محتوى الموضوع
أن فريق الرجاء الرياضي وقف حاليا المفاوضات ديالو مع المهاجم الليبي أنيس سالتو، بحكم أن الفريق كيتسنى قرار رسمي من الجامعة الملكية لكرة القدم بخصوص قانون الأجانب باش يعرف ما إذا كان بالإمكان ديالو التعاقد مع الليبي سالتو أو أنه يصرف عليه النظر لتوفر فريق الرجاء الرياضي على العدد المسموح به بخصوص الأجانب، وهو اللي مخصوش يتعدى 4 اللاعبين واللي ديجا كيتوفر عليهم الفريق الاخضر. وكيتعلق الامر بالمالي سليف كوليبالي اللي بسند الورفلي الكاميروني فابريس نغا والكونغولي فابريس نغوما، في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.